بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في دورة استخلاص الحوامض النووية لليوم السادس. في هذا اليوم إن شاء الله سنتناول ونتطرق إلى تجربة برادفورد لقياس تركيز البروتينات اللي تحدثنا عنها يوم أمس في إحدى الخطوات. أخبرتكم عنه بأن نقيس تركيز البروتين بطريقة برادفورد. طريقة برادفورد تتلخص وتتكون من بروسيجر محدد. هذا البروسيجر يختلف بين طريقة وطريقة، لكن كشيء عام نخرج محلول برادفورد من الثلاجة حتى يدفئ. بعد ما يأخذ درجة حرارة الغرفة نقوم بقلب علبة محلول برادفورد عدة مرات قبل استخدامها. نقوم بالخطوات التالية: تخفيف محلول بروتين الستاندرد، نسوي سلسلة تخفيف من البروتين الستاندرد من الأنبوب رقم 1 إلى أنبوب رقم 8. نستخدم هذا الستاندرد في تقدير تركيز البروتين اللي نريد نقيس تركيزه. نستخدم ماكرو بايبيت بسحة 790 مكريتر من البروتين بريبريشن بفر اللي استخدمناه يوم امس، نضعها في الانبوبه رقم 1. الانبوبه رقم 2 الى 7 راح نستخدم او نسحب 495 مايكرو لتر من البروتين بريبريشن بفر مثل ما تلاحظون. طريقة برادفورد نستخدمها في تقدير تركيز البروتينات الأساسية، وخصوصا البروتينات اللي تحمل الشحنة السالبة أو البروتينات القاعدية. في طريقة برادفورد هنا بالطريقة مالتنا راح يتحول لون البروتين من اللون الأرجواني، يتحول لون البروتين من اللون الأرجواني أو اللون البني أو اللون الجوزي حسب نوع البروتين إلى اللون الأزرق، وبالفعل صبغة الكوماسي راح نستخدمها. الآن احنا بالإضافات وصلنا إلى إضافة الأنبوبة رقم 7. أنبوبة رقم 8 راح تكون الإضافة 500 مايكرو لتر من البروتين بريبريشن بفر. أتممنا إضافات البروتين بريبريشن بفر بتراكيز مختلفة من أنبوبة رقم 1 إلى أنبوبة رقم 7 أنبوبة رقم 8. الآن نسحب الماكروبايبيت 10 مايكرو لتر من محلول البروتين الستاندرد اللي يكون تركيزه 2 ملي جرام بالدي سي لتر. هسحب 10 مايكرو لتر من الستاندرد بروتين تركيزه 2 ملي جرام بالدي سي لتر واخليه او اضعه بالانبوبه رقم 1. هنا صار عندي التركيز 25 مايكرو لتر، عفوا 25 مايكرو جرام بيرمول. راح اسحب ايضا 5 مايكرو لتر من محلول ستاندرد بروتين تركيزه 2 ملي جرام بالدي سي لتر واضيفه الانبوبه رقم 2. انبوبه رقم 2 مثل ما تتذكرون كان بيها 495 ضفنا 5 وصار عندنا التركيز 20 مايكرو جرام بالملي لتر. الآن أيضا نسحب 5 مايكرو لتر من محلول البروتين ستاندرد بروتين تركيزه 1.5 ملي جرام بالدي سي لتر أضعه في الأنبوبة رقم 3. ايضا اسحب هنا صار عندي التركيز 15 مايكرو جرام بالمليلتر. اسحب 5 مايكرو لتر
من محلول ستاندرد بروتين تركيزه 1 ملغ دي سيلتر، أضيف إلى أنبوبة رقم 4 اللي تحوي على 495 من بروتين بريبريشن بفر، صار عندي الحجم 500 والتركيز 1 ملغ دي سيلتر، أصبح التركيز النهائي 10 مايكروغرام بالملي لتر. أيضا أسحب 5 مايكروليتر من محلول ستاندرد بروتين تركيزه نصف ملغرام بالدي سي لتر، وأضيف الأنبوبة رقم 5 تحتوي على 495 بروتين بريبريشن بفر، صار عندي الحجم 500 تركيزه 0.5، أصبح التركيز النهائي 5 مايكروغرام بالملي لتر. وأيضا أسحب 5 مايكروليتر من محلول ستاندرد بروتين تركيزه 0.25 ملغ بير دي سي لتر، أضيف الأنبوبة رقم 6، صار عندي الحجم النهائي 500 والتركيز النهائي 2.5 مايكروغرام بير مول. والأنبوبة رقم 7 أيضا أضيف إلى 5 مايكروغرام من محلول ستاندرد بروتين تركيزه 0.125 ملغ بير دي سي لتر، يصبح الحجم أيضا 500 والتركيز النهائي هو 1.25 مايكروغرام بير مول. الأنبوبة رقم 8 ما راح أضيف لها أي شيء عدا البروتين بريبريشن بفر، أي تركيز البروتين بها صفر. إحنا أبدي أنقل المكسشر من الأنابيب الثمانية إلى بليتة مايكرو بليت ريدر، أسحب 5 مايكروليتر من كل أنبوبة وأضعها في الويل أو الحفرة بالمايكرو بليت، مثل ما تلاحظون إضافة تكون بها داوة حتى ما تكون عندي فقاعات. الآن وصلنا للعينة رقم 5، والآن عينة رقم 7. والعينة رقم 8 الأخيرة من عينات سلسلة تخافيف البروتين القياسي ستاندرد بروتين. ونبدأ بإضافة العينة الأولى من عينات البروتين اللي أريد أعرف تركيزه في العمود الثاني الحفرة الأولى، وهي عينة ثانية أيضا أسحب 5 مللتر من عندها وأضيف في العمود الثاني الحفرة الثانية. بعد ما انتهي من الإضافات أنقل المايكرو بليت، عفوا قبل ما أنقلها أضيف 250 مايكروليتر من محلول برادفورد تركيزه 1 اكس لكل حفرة. ايضا الاضافة تكون برفق حتى تكون عند الفقاعات الهوائية وتأثر على النتيجة.
طبعا توجد عدة طرق لقياس تركيز البروتينات، منها طريقة لوري وطريقة البي بي سي اي اللي هي بيكنوكونينيك اسيد اسي. كل هذه الطرق هي تستخدم لتقدير تركيز البروتينات، والاختلاف ما تعتمد على اختلاف الشحنة اللي تحملها البروتينات المراد قياس تركيزها. الآن أنقل مايكرو بليت للجهاز وأضبط الجهاز على خلط العينات بالطبق على خاصية الاهتزاز، وأضبط درجة حرارة 30 درجة مئوية لمدة 5 دقائق، وطول الموجي على 595. ننتقل لضبط الجهاز، ضبط ثلاث جهاز. نذهب إلى الميجرمنت، حدد طول موجي 595 نانومتر. باقي الإعدادات ما نغيرها بالميجرمنت، نعطيه الاكسبت، ضغط على اف 1 ونذهب الى الشيكينج. هنا هو نو، ننطي خيار باك جراوند اخر خيار، ايضا اف 1 اكسبت، واخر شيء الانكوبيشن 30 ما نلعب بيها، واللي تحتها يس. هنا الوقت ننطي له 5 دقائق، ايضا اضغط اف 1 اكسبت و أضغط ستارت تشغيل الجهاز. بعد ما انتهيت أقوم بقياس الامتصاصية للعينات مالتي بالبليتي باستخدام جهاز إلايزا ريدر، وأرسم الستاندرد كيرف. هنا عندي أقدر أحسب تركيز البروتينات اللي أريد أختبرها أو أعرف تركيزها. شكرا جزيلا.